اهلا بيكم، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هنعمل مع بعض الكشري المصري في حله واحده. عملنا قبل كده الكشري المصري زي بتاع المحلات بالظبط، بس المره دي حبيت اقدمه لكم وصفه سهله قوي وفي حله واحده بكل المكونات دي. هنعملها كاننا بنعمل رز بالظبط. هنستخدم شعريه، نص كوبايه شعريه او بالكميه اللي احنا نحبها، اكتر اقل زي ما تحبوا، كوبايه من الرز المغسول وناشف، وهنستخدم كوباية في كل المعايير، يعني كوباية رز، كوباية مكرونة، دي مكرونة صغيرة فأنا استخدمت كوباية إلا ربع، وهعوضها بشوية اسباكيتي، مقطع الاسباكيتي على 3 بالحجم الصغير ده، وكمان كوباية عدس. العدس بقى أنا نقعاه قبليها بساعتين، هو مغسول ومنقوع. وكمان معانا كوباية حمص. الحمص طبعا اختياري، هي نعمله في البيت ونسلقه، يا اما نشتريه جاهز في كنز. انا النهاردة اشتريته جاهز، وكمان اشتريت البصل جاهز علشان اعمل وصفة سريعة جدا ليكم. البصل اللي هتلاقوه في محلات كتير قوي اسمه فرايد اونيون، بصل مقلي طعمه حلو ومقرمش وفيه قرمشة كده لذيذة قوي. ده لو احنا مستعجلين ومش عايزين نعمله، وانا النهارده حبيت اوريكم افكار لو احنا مستعجلين نقدر نعمل الكشري بحاجات سهله وبسيطه، ونشتري كمان حاجات جاهزه يبقى ما بياخدش معانا وقت، بالظبط كاننا بنعمل رز بالشعريه. هسيب لكم في صندوق الوصف وصفه الكشري اللي عملناها مع بعض قبل كده علشان لو حابين تعملوا البصل في البيت. اول حاجه بقى هجيب حله وهضيف فيها شويه زيت حلوين، نحط زيت كتير، خلي بالنا ان احنا كل المكونات هنضيفها في حله واحده، وزي ما اتفقنا كل المكونات انا مستخدمه كوبايه بحجم واحد، يعني كوبايه عدس قدها كوبايه رز قدها كوبايه مكرونه وقدها كوبايه حمص، ونص كوبايه شعريه. الشعريه انا ضفت نص كوبايه، بس لو حابين تقللوا ممكن تقللوا. هنحمر الشعريه لحد ما لونها يبقى احمر، اول ما توصل للون ده هنبتدي نضيف الرز. بضيف الرز وبقلبهم كويس قوي مع بعض. انا عاوزه اغلف كل حبايه رز بالزيت، كل ما بنغلف البقوليات بالزيت كل ما الرز معانا بيطلع مفلفل ومش بيطلع معجن ومش وطبعا في الوصفه دي مش عايزين اي حاجه تعجن مننا، لان هنحط كل المكونات مع بعض، فيفضل نمشي مع بعض بالخطوات بالطريقه دي. الموضوع ما بياخدش معانا دقيقتين بالظبط، وبعدين بنسيبهم كأننا بنعمل رز بالظبط. العدس منقوع قبلها بساعتين، وبعدين انا ضفت العدس وقلبته كويس وغلفته هو كمان بالزيت، ودلوقتي ضفت المكرونة اللي حجمها صغير وكمان قلبتها مع بقية المكونات كده. انا غلفت كل حاجة بالزيت، هبتدي انزل عليهم بالمية المغلية، يفضل تكون المية مغلية، وطبعا هنضيف لحد ما نغطي كده الرز والمكونات اللي معانا بالمية المغلية. وبكده ضفنا كل المكونات معانا ما عدا المكرونة الاسباكيتي. المكرونة الاسباكيتي بضيفها بعد دقيقة من غليان المية. الوقت ده بقى هضيف معلقة كبيرة من الملح ومعلقة صغيرة ممسوحة من الكمون. الكشري مش بيحتاج اي توابل او اضافات غير ملح وكمون وتوم، دي النكهة اللي بتبقى باينة فيه جدا. التوم طبعا هنعمله مع الصلصة، وهنعمل الصلصة بطريقة حلوة وسهلة، هندمج فيها كذا حاجة مع بعض، زي ما احنا دمجنا الكشري كله في حلة واحدة كمان الصلصة هندمج فيها كذا حاجة مع بعض. بعد مرور دقيقة بالظبط بدأت اضيف المكرونة سباكيتي، بضيفها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما بحاولش احطها فوق بعض، وبحاول واحنا بنحطها بالشكل ده على مسافات متباعدة علشان ما تعجنش وما تلزقش. انا بحطها في الوش ومش بقلب المية، زي ما انتوا شايفين كده تقليبة بسيطة ما بقلبش كتير، وهغطي بقى الحلة وهسيبها لحد ما المية تتشرب. كانت درجة الحرارة ما بين العالية والمتوسطة، مش عالية قوي ومش متوسطة، كأننا بالظبط بنسوي رز. دايما بنحب نقلب تقليبة كده قبل ما المية تتشرب عشان مفيش اي حاجة تلزق في الحلة، وبعدين هغطيها
وهسيبها لحد ما تشرب ميتها خالص، وبعدين هنقلب تقليبة تانية. هما تقليبتين، تقليبة قبل ما المية تتشرب وتقليبة تانية بعد ما المية بتتشرب. دلوقتي المية اتشربت، ههدي درجة حرارة البوتاجاز على أهدى درجة عندي وهسيبها كمان 10 دقايق، وبقلب المكونات اللي معايا بالشكل ده. انتوا شايفين قد ايه شكلها حلو. وبكده تكون جاهزة معانا أسرع وأحلى حل كشري ممكن تجربوه. ودلوقتي هنعمل صلصة الكشري. صلصة الكشري هنستخدم صلصة 3 معالق كبار خل، 4 فصوص ثوم أو 5 صغيرين، ملح، كمون، شطة، وكمان معلقة صغيرة من السكر. ما تستغربوش السكر، بس بجد بيدي طعم حلو جدا للصلصة. جربوها في صلصة البيتزا، في أي صلصة بتعملوها حطوا شوية سكر صغيرين، معلقة صغيرة أو نص معلقة مش أكتر، بس بتظبط فعلا الطعم قوي. ليه بقولكوا بقى هنعمل كذا حاجة مع بعض؟ احنا بدل ما هنعمل دقة ونعمل شطة، لو احنا طبعا بنحب الشطة، هنضيف كل حاجة في نفس الحلة بتاعت الصلصة. انا ضفت التوم وهضيف التوابل كلها والشطة، بتدي طعم حلو قوي لما بقلبها مع الثوم والزيت. جربوا بقى تضيفوا الكمون والشطة مع الثوم وهو بيتقلي، اي فعلا بيدي طعم حلو قوي وريحة حلو. دلوقتي بقى هنضيف الصلصة او عصير الطماطم زي ما تحبوا وعلى حسب استخدامكم. بتحبوا تجيبوا الطماطم تضربوها في الخلاط، او لو بتحبوا تجيبوا العلب الجاهزة دي، او لو بتحبوا الصلصة يعني براحتكم خالص. واضيف عليها شوية مية، واضيف كمان الفلفل الاسود، واخر مكون معانا هنضيفه هو الملح والسكر. ملح والسكر زي ما قلت لكم السكر بيدي طعم حلو قوي للصلصة. هسيبها بقى لحد ما تاخد غلوة، وبعدين هضيف عليها الخل. انا قلت لكم استخدمت 3 معالق كبار خل، بس لو انتوا بتحبوا نكهة الخل اكتر في الكشري ممكن تضيفوا اكتر. هسيب بقى الصلصة لحد ما تغلي، بس غلوة مش عايزينها تتقل ولا حاجة، احنا عاوزينها تفضل خفيفة. فأول ما بتغلي غلوة واحدة بس بنقفل عليها الحرارة. دلوقتي بقى كل حاجة بقت جاهزة، الكشري والصلصة. بتهيألي مفيش أسرع من حلة الكشري دي، ومفيش أجمل منها. قد ايه طلع كل حاجة مفلفلة وكل حباية بحبتها، مفيش حاجة عجنت ومفيش حاجة مش طالعة سواها حلو، كلهم طالع سواها حلو قوي ومظبوط. وبكده معانا اسهل واسرع حلة كشري، بتهيألي مفيش اسرع من كده. طعمها حلو قوي، لازم تجربوها، كل حاجة طالعة مستوية كويس قوي. هنقدم مع بعض طبق الكشري، وعاوزة اقولكم انه بجد طعمه حلو قوي، جربوه. من كتر ما هو حلو محدش بيصدق انه الكشري الحلة الواحدة، كلهم بيبقوا فاكرين ان احنا عملنا كل حاجة مع بعض وبعدين خلطناهم، بس فعلا فعلا طعمه حلو وسريع وخفيف ولذيذ. جربوا الطريقة، متأكدة ان هي هتعجبكم. من كتر ما هي سهلة ولذيذة وطعمها حلو ما بتاخدش وقت، هتعملوها كتير قوي. وهستنى ارائكم في التعليقات، وكمان تحت صندوق الوصف هسيب لكم الطريقة والمقادير، وكمان هسيب لكم لينك الكشري بتاع المحلات لو حابين تعملوا خطوة بخطوة، وكمان هسيب لكم لينك الفيسبوك علشان لو جربتوا الطريقة تبعتولي الصور عليها. ما تعرفوش قد ايه صور تطبيقاتكم بتفرحني، بفرح بكل صورة بتتبعت لي او بكل رأي بيتبعت لي، فعلا بتفرحوني وتشجعوني اني استمر. ولو وصفة النهاردة عجبتكم ما تنسوش تشجعوني بلايك وشير وسبسكرايب. أشوفكم في حلقة جديدة في وصفة جديدة. كنت معكم جينا.